وبما ان النادي الاهلي نادي عظيم ومحترم وما بيدخلش بطوله في اي رياضه غير لما بيحصل عليها، فاحنا عندنا لحضراتكم المزيد من الاخبار الحلوه اللي بتفرحنا عن النادي الاهلي. امبارح فريق رجال التنس الارضي بالنادي الاهلي تمكنوا من حصد لقب الدوري عقب طبعا فوزه في المباراه النهائيه. نجح رجال التنس الاهلي في الفوز على حساب نادي الصيد بنتيجه 5-4 في نهائي المسابقه اللي اقيم على ملعب نادي التوفيقيه، وضمت قائمه النادي الاهلي في المباريات كل من فارس زكريا، محمد عمرو، احمد منير، بلال ابراهيم، مهاب سامي، محمود عزت، راوي طارق، وبلال خالد، وزياد حامد. كمان حقق فريق سيدات النادي الاهلي المركز الثاني في بطوله الدوري بعد الخساره في المباراه النهائيه امام نادي الصيد بنتيجه 6-3. تعالوا بقى نتعرف على تفاصيل هذا الخبر مع دكتور خالد فاروق وهو المدير الفني لفريق التنس بالنادي الاهلي. صباح الخير على حضرتك يا دكتور خالد. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. ومليون مبروك، والاخبار الحلوه يعني حاجه مشرفه وحاجه تفرح. الله يبارك فيك يا كريم. واضح ان برضو فكره مرحله التوقف اللي كل الرياضات اضطرت تاخدها نتيجه فيروس كورونا برضو شكلها ما اثرتش قوي على رجال وسيدات النادي الاهلي اللي بسم الله ما شاء الله يعني نجاحاتهم المبهره بتوحي وكان التوقف ده ما اثرش عليهم سلبا باي حال من الاحوال. معايا دكتور خالد؟ ايوه الصوت كان راح شويه. كنت بقول لحضرتك على واضح ان مرحله التوقف او فتره التوقف نتيجه فيروس كورونا ما اثرتش لا على رجال ولا على سيدات التنس بالنادي الاهلي بدليل ان هذه النجاحات. هو طبعا يعني روح النادي الاهلي كانت موجوده معانا في الاسبوع الدوري. البطوله ما كانتش سهله قوي يعني المره دي. الو سامعينك يا فندم، انا سايب حضرتك تكمل كلام. ليه ما كانتش سهله يا دكتور؟ موسم جديد، اول مره نلعب بالتشكيل ده. انت عارف حضرتك عاملين الاتحاد لغى مسابقات كتير عشان الظروف الكورونا. الموسم ما كانش كامل فاضطر يضغط المسابقات مع بعضيها. يعني احنا ده فريق رجال فعلا، بس كان في اشتراطات ان يبقى فيه 2 لعيبه تحت 18 ولعيب واحد تحت 16، وبنلعب 9 مباريات فرديه. زمان كنا بنلعب بفريق رجال بس وست مباريات فرديه وثلاث مباريات زوجيه، فكان بيبقى الموضوع مختلف تماما. احنا كان فريقنا فيه خبره فكنا بنتميز قوي مباراه الزوجي سواء في السيدات او الرجال. السنه دي عشان الاجراءات الاحترازيه الاتحاد لغى مباراه الزوجي، فاضطرينا نلعب بـ9 مباريات فرديه. فحتى لو عندك لاعب واحد قوي بيبقى بيأثر في ماتش واحد بس، انت محتاج 9 لعيبه اقوياء عشان يقدروا يكسبوا الدرع. فدي كانت اول مره نلعب بالتشكيل ده، كان عامل زي فريق الكوره. يعني النهارده اول مره بفكر زي مدرب الكوره، احنا كل يوم بتفكر في حوالي 12 لاعب ازاي تحطوهم وازاي كل واحد هيلعب ضد اللعيب الثاني. وكان في طريقه كمان ان الاتحاد كان بيغير الترتيب اسبوعيا، فاللاين اب او الترتيب بتاع فريقك كل اسبوع بيتغير. احنا الدوري خد حوالي 10 ايام، كل اسبوع الدوري بيتغير والفريق اللي قدامك ترتيبه بيتغير، فاحنا كل يوم بنقعد نحسب هتحط فين. طبعًا هنا بالتالي الحسابات طبعًا بتتغير هي كمان. طبعا زائد ان الموسم كان مضغوط طبعا. احنا الفريق بتاعنا كان مخلص بطوله الجمهوريه وكان في ليست بطولات دوليه كبيره جدا. بطوله الجمهوريه في الفردي، يعني احنا محمد عمرو جمعه خد بطوله الفردي واحمد منير وصل الدور قبل النهائي. يعني الفريق بتاعنا كان بينافس كمان في بطوله الفردي لغايه قبل الدوري بحوالي 3 ايام. وكان نهايه موسم مزدحم جدا، فالفريق طبعا مطلوب منه يلعب يوميا مباريات ثقيله جدا. وكان طبعا الجهاز الطبي معانا يوميا ان احنا عمالين نطمن على اللعيبه، تحاول تريح حد، هل تقدر تريح حد النهارده بس النتيجه ما تتاثرش. يعني النهارده فعلا حسيت بصعوبه انك تبقى مدير لفريق جماعي. الموضوع مش احنا بنلعب لعبه فرديه بس، كان التفكير بطريقه جماعيه جدا في الدوري المره دي. عدد الفريق كبير جدا. لا بس جميل ما شاء الله، يعني الحمد لله نجاح مدوي كالعاده، وده طبعا شيء متوقع طالما يعني حضرتك مدير فني او المسؤولين بيكونوا مسؤولين عن مجموعه من اللاعبين واللاعبات اللي بيرتدوا تيشيرت النادي الاهلي. فايا كانت الحسابات ايا كانت الاجراءات، بس ان شاء الله دايما الفوز بيكون حليف النادي الاهلي. احنا بنبارك لحضرتك وبنهنيك وبنصبح عليك مره ثانيه يا دكتور خالد. ميرسي جدا لحضرتك، اشكرك يا فندم، نورتنا.